نقول بصوت واحد لا للاحتلال التركي، لا للحرب، لا للدمار، لا لمزيد من الدماء، لنعبر عن رفضنا القاطع لما تقوم به دولة الاحتلال التركي اتجاه أرضنا وشعبنا. نحن شعب يحب الحياة، شعب مقاوم، شعب لا يرضى الذل والهوان. فبعد 10 أعوام من تاريخ سوريا الغير مستقر، عملت تركيا ولا زالت تعمل على ضرب أمن واستقرار سوريا بشكل عام، وشمال وشرق سوريا بشكل خاص، من خلال تهديداتها المستمرة وعند هيئتها لتبقي منطقتنا بحالة غرق دائم وعدم استقرار. وبات مشروعها الاستعمار الخبيث واضحا لكل العالم، فتارة تحارب شعبنا بلقمة الخبز من خلال قطع مياه الفرات وتجويع الملايين من الشعب السوري، وتارة أخرى تقوم بناء آثار وتاريخ سوريا في المناطق التي تحتلها والتي تمعن جاهدة بالعمل على التغيير الديمغرافي في تلك المناطق، وآخرها محاولتها إعادة اللاجئين السوريين إلى مستوطنات بنتها في مناطقنا المحتلة، ما يسبب شرخا كبيرا في بنية المجتمع السوري. والآن تصاعد من لهجتها العدائية اتجاهنا، مهددة باحتلال أراضي جديدة من تراب سوريا، مستمرة بنهجها التوسع الفاشي. لكن نحن كشعب سوري مناضل سوف نقف وقفة عز أمام هذه العنجهية، ونحن في منبت كعشيرة واحدة خرجنا اليوم لنبعث برسالة إلى الجميع نقول فيها: هذه الأرض أرض أجدادنا، سندافع عنها، سنحميها من دمائنا، نموت من أجلها لنحيا أحرارا. خرجت العشائر لكي تقول لا للاحتلال التركي، لا للتغيير الديمغرافي، لا لقتال السوريين السوريين، كما ندعو أبنائنا في الجيش الحر إلى العودة إلى الأراضي في مدينة منبت بضمانات عشائرية. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو يوم تاريخي في مدينة منبج وريفها. ها هي عشائر منبج تنتفض وترفض الذل والإهوان، جاءت لترفض الاحتلال التركي والاقتطاع الأراضي من سوريتنا. فكل تراب من سوريا هو قطعة من أكبادنا. نعم، أن التراب يعني أبناؤنا، يعني عرضنا، شرفنا. كفانا حرب، كفانا تهجير، كفانا لجوع وتشرد. دعم للسلم لا للإسلام، سندافع عن أرضنا حتى الموت. وأنني من هنا أوجه نداء لأبناؤنا في الجيش الحر، نقول لكم أن تركيا ومن وراءها حكومة أردوغان ستتخلى عنكم كما تخلت عنكم في مرات عديدة وخذلتكم. قلوبنا مفتوحة لكم، لا تكونوا أداة لتمرير مخططاتها المعادية. عودوا لنضع أيادينا بأيادي بعض ونتحد لنخرج كل الطغاة الطامعين بأرضنا. عودوا لنتحد سويا وننسى خلافاتنا التي وضعتها حكومة أردوغان، ونفتح صفحة جديدة من أجل أبناء شعبنا الذي أنهكته الحروب، من أجل السلام، من أجل وحدة التراب للعيش، ليعيش هذا الشعب. لا للتركي، لا للتهجير، لا للتغيير الديمغرافي.